السلام عليكم، يسعد صباحكم شباب. صباحك دكتور. اللي امبارح كانوا بمحاضرة تطبيقات حاسب اللي عتب عليهم، وأنا بشاهد المحاضرة في البداية وجدت حالي بشرح على اللوح، واللي مبين مش اللوح، اللي مبين سلايدات، فمش عارف كيف كنتوا تتابعوا وأنا بقول ام يو دبل دوت إلى آخره. ف المحاضرة طبعا ما نزلت لكم إياها، ورايح أعيد المحاضرة لأنه مش معقول يكون التصوير إن أنا بحكي في واد والتصوير لا يمت للواد بصلة، فلذلك أنا عاتب عليكم وبتمنى ما تتكررش بالمستقبل لأن هذا ضيع للمجهود. احكوا لي إنه اللوح مش مبين حتى أعمل شير. صحيح الله يكون بعونكم، كثير تقطعت عدة مرات، فلكن إما المحاضرة تعطى بطريقة تمام ولا ما فيش داعي. الجانب الثاني أنه أتمنى على الطلاب اللي موجودين الآن في المختبر وجاهي أنهم يعذروني أنه من الآن فصاعداً بدي أحاول ما أمكن أتجنب إعطاء المحاضرات في المختبر للي حصل مبارح. يعني مبارح كانت المحاضرة كتير مزعجة، انقطع النت معنا عدة مرات، ممكن أكثر من 10 مرات، وهذا طبعاً بيجعل الطالب أحياناً ما يتابعش وعماله بيحكي الأستاذ. فالطلب اللي موجودين الآن في مختبر المدني يعذروني أنه أغلب الظن سأتجنب إعطاء أي محاضرة في مختبر المدني إلا بحالة اضطرارية. حد عنده أي سؤال قبل ما نبدأ؟ إحنا اليوم إن شاء الله رايحين نحكي عن عملية تسليح القاعدة، القاعدة المفردة. وبتسليح القاعدة المفردة خلينا نجمع المعلومات نذكركم فيها. أول شغلة، هذه هي شكل القاعدة المفردة، طبعاً عبارة عن 4 متر ب 3.5 متر و 0.45 متر في 0.8 متر. بالمناسبة شباب، عادة إحنا لما بدنا نطلع على الجزء بنطلع بتفصيلاته، لكن لما بنطلع على الكل، يعني أنا إذا بدي أعمل منشأة 3D أنا مش مضطر أمثل العمود إلا نقطة. أما إذا أنا بدي أعمل منشأ أطلع على القاعدة لوحدها، أنا يفضل ساعتها إني أعمل تفصيل للقاعدة. العلم كان بالسابق بتطلع على الأجسام الكبيرة، وكل ما تطور العلم صار يتطلع على الأصغر على الأصغر على الأصغر، والآن استطاع العلم إنه يتطلع على أصغر أجزاء موجودة في المادة ويكون نظرية كونية عامة. فهلأ السؤال اللي أنا بدي أطرحه، هل التعامل مع ساب في عملية إنشاء النماذج يخضع لمنهاج ولا خلص كل واحد بيشتغل زي ما بده؟ شو رأيكم؟ أكيد يخضع لمنهاج. طيب شو المنهاج اللي تعلمته الأسبوع الماضي؟ أول مشكلة أنا واجهتها الأسبوع الماضي حابب أحكي لكم إياها، إنه مساعد البحث والتدريس كان بيشرح منهاجه وما حدش كان يسأل مساعد البحث والتدريس شو منهاجه. شباب، أول مهارة يفقدها طالب الهندسة مهارة السؤال. اللي بيسأل سؤال وبيسمع جواب عمره بحياته ما بينساه، بس اللي ما بيسأل عمره ما بيتعلم. فأنا إذا الحصة ما فيهاش أسئلة، هاي مش حصة تعليمية، هاي حصة تلقينية، يعني حصة منحط فيها وعاء ومنعبيه. هذا ليس تعليم شباب، ولا يصلح هذا التعليم لا للماضي ولا للحاضر. تعليمنا قائم شباب، أول كلمة نزلت من السماء سؤال، اقرأ. ما أنا بقارئ، شو أقرأ؟ ما أنا بقارئ، اقرأ. ما أنا بقارئ، اقرأ باسم ربك الذي خلق. بدكم تتعلموا شباب، بدكم تسألوا، فيش سؤال ما فيش علم. هلأ أنا عندي قاعدة، بداية أنا هلا بدأ أسأل وتجاوبوني. أنت لو بدك هاي القاعدة تمثلها، شو أول خطوة لازم تعملها؟ بعرف الجريدات. تعرف إيش؟ بعرف الجريدات. رائع. هلا طلع شباب، أول شغلة بدك أنت تتعامل فيها مع أي منشأ إنك أنت تحاول ما أمكن تحدده كله، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. أنا اليوم شباب بدي أعلمكم الصلاة. إحنا هلا لما بنجيب على مسجد، شو بنعمل إحنا؟ بنرتب المسجد قبل ما نصلي فيه، بنحط الصفوف، بنحط مكان الإمام، مكان المنبر إلى آخره.
نفس الشيء في التعامل المادي شباب. أول شغلة لازم نعملها اللي تفضل فيها أخي. بس اسمك إيش يا بني؟ رائد. رائد. أهلين يا رائد، يعني يسلم هالتم يا رائد. أول خطوة لازم شباب نبدأها إنه نحط المنشأ كله ضمن وحدة واحدة. هذا الحكي يتطلب منا هاي نيو شير. أعمل حدود للمنشأ، يعني هلأ هاي كان عندنا 3.5 متر وكانت هاي 0.45. إذا من 3.5 متر طرحت 0.45 وقسمتها على 2، قديش بطلع عندي الجواب؟ حدا بيقول لي؟ واحد بدي يمسك آلة حاسبة، على فكرة في واحد لازم ينقلني طول الوقت. ما حدش عنده آلة حاسبة شباب؟ عبد الرحمن، عبد الرحمن كمساعد بحث وتدريس بعينك الله امسك لي آلة حاسبة. دكتور دكتور عتشات. عتشات مكتوب. لا بديش عتشات، أنا بدي سمع أسمع أصواتكم. المايك ما هو عندنا دكتور في المختبر ما بيشتغل. إيه انس المايك هلأ اللي بالمختبر ماشي تابعوا معي بدون مشاركة أهلا وسهلا فيهم، بس اللي موجودين في البيوت بكرر اعتذار للموجودين في المختبر، اللي موجودين في البيوت اللي بالمختبر بدهم يشاركوا عن طريق الشات. نشوف فين الشات. بسم الله الرحمن الرحيم. دكتور ممكن تعدي الحكاية بس؟ طيب احنا بنقول انه لما انا بدي اعمل نموذج لسب، هل هذا بيخضع لمنهاج ولا ما بيخضع لمنهاج؟ إذا بيخضع لمنهاج خلينا نتعلمه. أنا بقناعتي شباب حياتنا كلياتها قائمة على منهاج الصلاة، فإذا صلح في أي شغلة صلح العمل كله. يعني إحنا لما بنيجي بدنا نصلي بنيجي على المسجد وبنحط علامات للصفوف، هاي العلامات للصفوف قبل الصلاة لازم تتم. لذلك أنا هلا بدي أعمل صلتي مع المنشأ مع أي شيء في الدنيا. أول خطوة شباب إن أعمل جريد صفوف. هاي الصفوف اللي أنا بدأ أسويها هدفها تحديد موقع كل إشي موجود في المسجد. هلأ بتستغربوا، رايح أنا أعلمكم كل عملية إنشاء النموذج من خلال الصلاة، بس ديروا بالكم الكلام هذا ليش أنا بعلمه؟ لأنه لما الطالب كل يوم بصلي 5 أوقات وبقوم بالصلاة وبعرف كيف صلاة الجماعة عمره ما بنسى المنهاج. لكن لو أنا علمتكم المنهاج بدون ما أربطه بالصلاة بدون ما أيسره بالقرآن، أنا بأكد لكم المحاضرة اللي أخذتوها الأسبوع الماضي نسيتوها والمحاضرة اللي بتعطيها اليوم رايحين تنسوها. فأول شغلة أنا بدي أحط صفوف جريد. هاي الصفوف هدفها تحديد المواقع الهامة الموجودة. هلأ تحديد المواقع الهامة الموجودة تعني إنه أنا عندي عمود أبعاده 0.45 في 0.8 على قاعدة مقدارها 3.5 في 4 متر، فبحط خطوطي بحيث إني أحصر العمود مكان العمود وأحصر مكان القاعدة. فلاحظوا الواحد والأربعة حددوا لي مواقع الأعمدة، والA مع الD حددت لي مواقع الأعمدة، والB مع الC مع 2 مع 3 حددت لي مواقع الأعمدة، عفوا هدول حددوا لي مواقع القاعدة، والB والC والD والثري حددوا لي مكان العمود. فأنا حددت الآن مكان العمود بدقة وحددت مكان القاعدة بالدقة من خلال جريد، زي ما احنا بنعمل بالصلاة بنحدد الصف الأول الصف الثاني الصف الثالث بدقة ومجرة، وبنحدد موقع الإمام. فاعتبروا هذا العمود كأنه الإمام واعتبروا بقية صفوف. هل في مشكلة لحد هلأ في الخطوة الأولى؟ إذن الخطوة الأولى أنا لازم أعمل جريد. هلأ هذا الجريد مش بالأخير بدي أعبيه؟ بإيش بده يتعبى؟ بدي أعرف السكاشن بالصلاة بإيش بده يتعب؟ سورة الفاتحة. على فكرة أنا هلأ بدي أحكيها في الصلاة، بس المرة الجاية بحكيها بسورة الفاتحة. بالمناسبة شباب أنا بالنسبة إلي سورة الفاتحة اعملها experimentation مع أي فكرة بتزبط، لأنه مش اسمها فاتحة اسمها الفاتحة. فاللي حكى الفاتحة رب العالمين بدنا نشوف كل عالم فين بدنا نحطه، مش إحنا بنحط الرجال أولاً والأطفال ثانياً والنساء ثالثاً. إذا بدنا نعرف كل شيء فين موقعه، أنا عرفت هذا الموقع اللي موجود هون وعرفت موقع هاي البلاطة كلها شو بدها تتشكل.
بس أنا لازم أعرف الأحمال شباب. شو يعني الأحمال؟ إحنا ليش رايحين نصلي؟ شو ليش بدنا نصلي؟ ليش رايحين نطلب من ربنا؟ مش رايحين نطلب منه هداية؟ أنت هلأ جاي على هذا الصف، ليش جاي على هذا الصف؟ عشان تتعلم إيش؟ isolated فتنين صح؟ لما رحتوا صليتوا الفجر رحتوا عشان تتعلموا إيش؟ ليكون رحتوا براسكم بس، يعني بدكم تعملوا حركات وترفقوا وتروا ما أوحي إليكم الكتاب وأقم الصلاة. إذا أول شغلة شباب لازم إحنا نعرف الأشياء اللي بدها تحكم منشأنا، واللي بحكم منشأنا ثلاث شغلات: الأحمال والمواد وطبيعة المنشأ. الأحمال اللي ربنا عرضها علينا، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فبين أي يحملنا. ربنا حطنا وظائف نقوم فيها، أنا بوظيفتي هاي بدي حدا إيش يرشدني. فهلا أول شيء لازم أعرف الأحمال، لازم أعرف المنشأ، ولازم أعرف إيش الماتيريال. فهلا أنا بدي أجي على هون، يا ترى الماتيريال اللي مصنوعة قديش إنها بالسؤال؟ 28 ميجا باسكال. حد بيقول لي قديش كانت الأحمال إنها؟ روحوا للنوتس شباب وتطلعوا قديش كان الديدلود. شوفوا بينفعوش تيجوا على المحاضره هاي وعارفين انكم تعملوا ايزوليتد فوتينج وانتم مش مجهزين حالكم، لانه بقدر اضحك عليكم باي علم اعطيكم اياه. انا هلا لازم بالعلم شباب احط لكم الاحمال واحط لكم المنشا واحط لكم الماتيريال واقول لكم شو النتائج اللي حصلناها باليد وشو متوقعين يحصل معنا بالحاسوب. إذا هاي المعلومات مش موجودة عندنا ليش نأخذ المختبر؟ يعني تجاي المختبر وما عندكيش تصور عن نتيجة قبل ما تعملها. أخذت مختبرات من قبل، كل مرة كنت تدخل المختبر شو كنتوا تعملوا؟ تقرأوا الثيوري وتعرفوا شو البارامترز وتعرفوا النتائج اللي لازم تطلع وتروحوا تتحققوا هل الثيوري اللي أنتوا قرأتوها تحققت في المختبر ولا لا. إذا تحققت في المختبر تمام، إذا لم تحقق في المختبر مصيبة. هذا الحكي شباب هو نفس الشيء لما تبدأ تدخل الصلاة، حاطط براسك مشكلة وبدك هداية من رب العالمين تطبقها في الواقع وتجربها في الواقع وتشوف هل كلام رب العزة على أرض الواقع بصح ولا لا. إذا كان رب العزة مش علم شو بدي فيها، أنا رايح أخذ من جاهل ولا رايح أتعلم علم يخليني أحكم الكون بما فيه؟ إحنا بداية بعثتنا كانت بإقراء، وإيش إقرأ؟ إيش باسم ربك الذي خلق، إقرأ وربك الأكرم. أحمد يحيى تفضل يا أحمد. دكتور اف برايم سي 24 كانت مش 28 بورك. اذا اول شغله بدنا نعملها احسن شو بدنا نصلح الاف بار اوف سي، لانه اذا الاف بار اوف سي انحطت كانت غلط شو بتكون النتيجه؟ كل اللي رايحين نشغله شو رايح يكون عندنا خاطئ صح. اذا هلا انا هون خليني اصلح ايش الاف بار اوف سي واحط قيمه 24. لكم أول شيء خلينا ألغيها. شباب أنا هاي المحاضرة إذا أنت فهمتها بقدر تقدر من خلالها تعمل تحليل لأي شيء بدك إياه، بس تابعوا معي، تابعوا معي أول بأول وإنجوي واسألوا. هلا أول شيء الإف بار أوف سي 24 ميجا باسكال، هاي 24 ميجا باسكال. أول واحد اكتشفها مين؟ أحمد يحيى. محمد نصورة بس من جوال أحمد يحيى من يعني الخمس علامات تروح لمين؟ قرروا الخمس علامات تروح لمين؟ 2.5 2.5 مين 2.5؟ الأول أحمد يحيى. هاي أحمد يحيى عن 2.5. ومين النص الثانية؟ محمد نصورة هاي محمد نصورة على 2.5. سهل كان هاي تكتشفوها ولا لا شباب؟ ولا كانت صعبة كتير عليكم؟ هاي محمد نصورة، والله يا محمد نصورة يعني انت عمالك بتغرد منيح. طيب شباب هلا انا عرفت الماتيريال اف بار اوف سي 24 ميجا باسكال، اعطوني قديش الديدلود من عندكم؟ 702 قدية؟ 2702 كامل. الله يكرمك، مين اللي بيحكي عماله؟ ديانا. ماشي يا ديانا. ديانا انت مبارح انا عتبي عليك كتير، كيف مبارح بتخليني انا اشرح على اللوح بتبينيش انه انا عمالي اللوح مش مبين؟ هاي 2702 احفظوها هذا الرقم لانه بدكم تنقلوني اياه لما بروح على شو اسمه على ساب. طيب ايش كمان اللايف لود قديش كان؟ 734
734 كيلو نيوتن. طيب البيرينج البيرينج الالوبل ستريس قديش كان؟ 250. الله يكرمكم 250 الكيو الوبل البيرينج ستريس يعني 250 كيلو نيوتن على المتر المربع. الاتش للفوتينج 70 سنتي. 70 سنتي هاي 70 سنتي 0.7 الام ألتيميت اللي حسبناها حسب فرضياتنا لما اعتبرنا القاعده رجل قديش طلعت عندنا الام ألتيميت 403 403 وعندنا الفي ألتيميت قديش طلعت معنا 3440 الفي ألتيميت البنشينج هاي الفي ألتيميت قديش طلعت عندنا 504 كيلو نيوتن لا لا مين 3440 قديش 3440 الفي ألتيميت حاسبها عندي 285 كيلو نيوتن لكل متر لكل متر انتم ممكن عمالكم تعطوا في ألتيميت للسكشن كله انا محسوب عندي 285 كيلو نيوتن لكل متر طبعا باي اتجاه باتجاه ال مش باتجاه ال 1.6 متر باتجاه ال 1 اتجاه 1 هبدأ اسميها في ألتيميت 1 انا عندي دكتور 3440 قسمها يا بني على البيت إذا حاسبها باتجاه الأربعة متر قسمها على الثلاثة ونص وإذا حاسبها باتجاه الثلاثة ونص قسمها على الأربعة متر لأنه إحنا الكمبيوتر رايح حاطينا إياها برميتر بديش عمل سكشن كات بدي أعودكم تقرأوا مش سكشن كات أعودكم تقرأوا القيمة من الجهاز طب سؤالي لكم هلأ كلام الكود إنه على سبيل المثال بهذا الاتجاه حط كل الحديد يونيفورم وبهذا الاتجاه تاخذ 3.5 متر وبتحط فيها تقريبا الحديد يونيفورم والباقي اللي بضل 1.25 بتحط فيها اللي ضل من الحديد هل هذا الحكي متوقعين نشوفه ولا متوقعين نشوف شيء ثاني لما اعطيناكم الكود هل قلناكم انه لما بيكون العمود مربع على قاعده مربعه انه نحط الحديد متساوي في الاتجاهين قلنا لكم هذا كلام صح ولا غلط؟ خطأ لأنه رح عند الكولوم ستريب لازم يكون في 100% قلنا العلم شباب لا يمكن إذا أنا دائما هاي بستخدمها كجملة وبحب تحفظوها إذا كان التوحيد علما فالعلم لا يكون علما إلا إذا كان توحيدا يعني أنا باجي لك بالسائف بقول لك في عندك كولوم ستريب وميدل ستريب وباجي لك على القاعدة بقول لك ما فيش عندك كولوم ستريب وميدل ستريب أي تخبيص هذا حكي لذلك شباب ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أي علم تدرسه حتى مني فيه اختلاف كثير لأنه من عندي غير الله بدك علم ما يكونش فيه اختلاف كثير عندك بعلم الله يا أحمد يا حبيبي دكتور في ألتيميت كيف 285 يعني 3440 قديش يا بني احنا بحكي على في ألتيميت بنشينج ولا بحكي على في ألتيميت وايد بيمشير يعني إذا كانت أنت البي ألتيميت عندك لنفرض 4200 البي ألتيميت 4200 لما بدك تقسمها على الواي بيم شير بده يطلع نصها هون ونصها هاي قسمتها على نص ولما بدك تأخذها على مسافة دي يعني ال 4200 بدها تنزل ل 2100 وعلى مسافة دي بدها تنزل كمان ولما بدك تقسمها على 4 وعلى 3.5 شو بده يضل منها بير متر يعني لو أخذنا 4 متر في 285 كيلو نيوتن بير متر قديش بتعطينا تقريبا فوق الألف أنا عندي فوق الألف هون وعندي كمان فوق الألف هون قديش صار عندي 2000 وجوه كمان 2000 هاي 4000 شباب إحنا إذا ما أخذناش القيم ما عرفناش القيم قبل ما نقرأ من ساب مصيبة لازم نعرف نحسب القيم قبل ما نقرأ من ساب فالفي ألتيميت حسب ما أنا حاسبها 285 وبأي اتجاه 285 ديروا بالكم باتجاه 1 خلينا أحط لكم إياها في ألتيميت 1 لأن باتجاه 2 بتختلف شوية صغيرة هاي هون حطينا هاي تساوي في ألتيميت 1 دكتور بس وحدة الأم ألتيميت مش فاهم
وحدة الام التيمت غلط، كيلو نيوتن دوت متر. رائع. مين اللي بيحكي هلا؟ حمزة داود. حمزة، يا حمزة هي خمس عالم. صعبة هاي تكتشفوها؟ ولا سهلة كان انكم تكتشفوها؟ فين حمزة؟ انا شباب بده طلاب عندي يكونوا مش كراسي، بده طلاب يكونوا قاعدين، الطالب قاعد بفكر، مش قاعد الطالب يشوف شغلة قدامه ما لهاش معنى وبوافق عليها. حمزة داود، هي حمزة داود زائد خمسة. إذن هون ما في عنا كيلو نيوتن بير متر بدون ما نحط متر، فهون شو لازم نحط؟ لازم نحط كيلو نيوتن متر بير متر. هلا المعلومات بدي اياكم تكونوا مسجليها على الورقه، لانه بدي هلا اركن عليكم تصيروا تعطوني المعلومات. هلا حتى نحدد اماكن الجريد، حتى نحدد اماكن الجريد، انا عندي هون 3.5 متر، راح منها 0.45، شو ضل عندنا؟ مسافه هون وضل هون مسافه هون. قديش كل مسافه من هدول؟ 3.5 ناقص قديش؟ 1.525. اذا بدي احط هلا 1.525 هون، وعلى الجهة الثانية طيب بعديها بدي اخذ المسافه هاي اللي هي 4 متر، اطرح منها 0.8 واقسم على 2، شو بطلع عندي؟ 1.6. 1.6 اذا 1.6 متر. هبدأ أحطها هون كنترول V 1.6 متر. في مشكلة لحد هلا؟ فهلا إذا بدي أعرف الجريد سبيسينج بالإكس شو بقول؟ أنا عندي 0 كسبيسينج 1.525 0.45 1.525، لازم ينجمعوا 3.5. وإذا بدي أحط السبيسينج بالواي للجريد بقول أنا عندي 1.6 و.8 و1.6، وقديش لازم ينجمعوا؟ لازم ينجمعوا 4 متر. هلا في قبل ما اني اروح للموضوع الثاني بدي انبهكم لشغله. احنا اتفقنا الفرضيات هدفها شو تعمل؟ تسهل الحل. ايش؟ تسهل الحل. تسهل الحل. هلا بدي اقول لكم شغله، هلا لو اخذنا احنا هلا شير للكومبايند فوتينج، لما بدكم تقسموا الكومبايند شوتينج شباب، انا عندي هذا العمود 0.4 ب0.4 هذا، بس هذا العمود قديش عندي؟ 0.35 في قديش؟ 0.35 في 0.35. لاحظ انا هون اذا حطيته 0.35 بدقه ما عندي مشكله، بس تخيل لو هون انا بدي احطه 0.35 شو بده يعطيني ساعتها؟ ما بده يعطيني هذا صف كامل، ولا بده يعطيني هذا صف كامل. اذا شو لازم اعمل؟ لو عملته بدال 0.35 0.4، هل بتتوقع على التحليل الكلي بأثر؟ لكن بتيسير عمل هذا المسجد بكون من أرقى ما يمكن. إذن شباب ديروا بالكم، إحنا الآن بدنا نتعلم التبسيط. أول قاعدة باستخدام الفاينايت إليمنت، سيمبليفاي 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 سيمبليفاي. بيجي واحد بقول لكم لا أنا بدي أحط هون بس 0.35 0.35، أنا رهاني معكم كالآتي، انا رايح احل هاي 0.4 في 0.35 واطلع لكم نتائج كثير راقيه، واي واحد منكم بيقدر يحلها 0.35 ب0.35 وهاي 0.4 ب0.4 في نتائج افضل من النتائج تبعتي له 20 علامه. شو رايكم؟
شباب التعلم يحتاج الى اكسبيرمنتيشن. شو يعني اكسبيرمنتيشن؟ انا بحكي لك شغله، روح انت جرب، اذا بالتجربه لقيت احسن منها تعال خذ 20 علامه، شو المشكله عندك؟ هاي عندك سهل. حد عنده اي سؤال؟ اذا هلا احنا بدنا نعمل فرضيات بهدف ايش؟ التبسيط. يسرنا القران للذكر، بالتيسير معناته بدناش نعمل جمله واحده، بدنا نقسمه لاجزاء، كل جزء نعرف شو هذا الجزء وكيف بدنا نتعامل معه. اذا هلا خلصنا من ثلاث شغلات، خلصنا من الشغله الاولانيه انه لازم احنا نسال معلومات نكون فيها كل اللي بدنا اياه في المنشاه ونقسمه لجريد، لانه ما بنقدرش نقسمه لجريد الا اذا سالنا معلومات. حصلنا على المعلومات، الخطوه الثانيه في عندنا معالم، يعني معالم في هذا كولوم، في هاي سلاب، في عندنا احمال، في عندنا كذا، حصلنا على هدول اللي بحب الفاتح هذا رب العالمين، يعني المعالم اللي بدك تشوفها اللي موجوده. هلا الخطوه الثالثه شباب اللي هي عمليه التيسير الكونسبشوال. شو يعني الكونسبشوال؟ انك انت بدك تحاول ان كونسبت تشوف الشغلات اللي لو انت غيرتها شوي ما بتاثرش على الحل العام ولكن بتبسط كثير الحل. اجيب لكم مثال، واحد منكم عنده حصه الساعه 8 وراح اشترى سندويشه حقها 4 شيكل، والبياع ما عندهش الا شواكل بده يعدل له 96 شيكل، يلحق المحاضره الساعه 8 ولا يصر انه يعد ورا العلا ورا البياع ال 96 شيكل؟ يعني هدول ال 96 لو صاروا 97 او 95 مش رايح يقدر كثير اللي هو رايح ياخده، لكن لو غاب عن المحاضره شو بتكون النتيجه؟ مصيبه. لذلك شوفوا شباب، لو انا حطيتها 35 رايح ينتج عندي إليمنتس كتير كتير صغيرة، راح تعمل لي أوفر فلو أو أندر فلو، تخرب لي الشغل كله. بينما أنا إذا عملتها بوينت فور ما تغير إشي كتير، ومع ذلك حصلت على النتائج اللي بدي إياها وأفضل من ذلك. هذا الحكي خلوه براسكم وأنتوا بتشتغلوا فاينايت إليمنت، لأنه أغلب الظن أغلبكم بتورط في مشاريع التخرج لأنه مش عامل سيمبليفيكيشن. حد عنده أي سؤال قبل ما نيجي لسار؟ خلينا نيجي لهنا سار. احنا شباب انتوا شطارتكم، اول مثل ممكن ياخذ ساعه، ثاني مثل اذا اخذ ثلث ساعه راجعوني بكون اصعب من اول مثل، بس بشرط انك انت القواعد تكون فهمتها. فاحنا لا بدنا نقول فايل نقلوني، شو بدول فايل؟ ايش فايل؟ ايش بدول؟ نيو موديل. نيو موديل، هي نيو موديل بدها اجي لايش؟ لجريد. كم جريد عندي بالاكس؟ عدوهم لنشوف. أربعة. وقديش بالواي؟ نفس الاشي 4. وزي ما حكى الأستاذ عبد الرحمن بنحط بالزد 1. هلا اجينا للإكس دايركشن، أكتر اشي متكرر بالإكس ايش؟ أي رقم؟ 1.525. هذا أكتر رقم متكرر بالإكس. وأكبر رقم متكرر بالواي ايش؟ 1.6. تمام؟ خلص، أي أوكي. وباجي انا على هون على ديفاين وبروح على كوردنس اند جريدز موديفاي وبحول للسبيسنج وبقول انا عندي هاي 1.525 بس اللي جنبها عندها قديش قيمتها؟ 0.45. رائع، 0.45. وهاي انا عندي 1.6 بس اللي جنبها قديش؟ 0.8. هاي 0.8. خلصت، بدي اشوف شغلي صح ولا لا، بحول لاوردينتس. لما حولت لاوردينتس اعطاني 3.5 في 4، كونه اعطاني 3.5 في 4 هي بعد القاعده اللي انا بدي اياها، فبقول له اوكي. كمان مره اوكي. تمام شباب، اذا لاحظوا عملت جريد، جمعت كل التفاصيل، جمعت كل التفاصيل من احمال لماتيريال لأبعاد. بعد ما جمعت كل التفاصيل شو عملت هلا؟ بسطت حتى اني اشكل نموذج ابسط ما يمكن. هلا بعد ما بسطت الان اياكم تعملوا مش قبل ما تعطوا لكل شيء مجموعته، يعني باختصار انا عندي لنفرض 10 صفوف، بدي اقعد افكر في ال100 طالب ولا افكر انا في كل صف لوحده وخلي كل صف بعدين يوزع؟
فإياكم شباب تروحوا شو عاملين تقسموا لي كل شيء وبعدين تعطوا الأشياء أقسامه. لا، أنت حاول ما أمكن تحدد الأشياء المشتركة اللي مضطر تعملها مشتركة وبعدين تقسم. كيف يعني؟ ببدأ هون على سبيل المثال على define section properties. أنا بدي area section، طبعاً أنا كل اللي عندي areas، فبقول add new section. أنا بدي على سبيل المثال slab. قلت له قديش سماكة البلاطة؟ 0.7. هاي 0.7، هاي 70، وبحط هون 0.7 وبحط هون 0.7. نغير الماتيريال وباجي على الماتيريال موديفاي. شو بديش انا احسب وزنها لانه انا بالتحليل مش حاسب وزنها، وباجي على هون بقول 4700 وبضيف كمان 3 اصفار مضروبة في 24 للقوة 0.5 is an illegal character. هي 23 exponential 6 تطلع 23 exponential 6 وبحطه اوكي. كمان مرة اوكي. خلصت من اول واحدة بقول اوكي. والثانية هلا add copy of section وبدي اياه هذا يكون الاربعة متر. S بقول له 4 متر. هون بحطه 4. هون بحطه 4. هاي كمان مروك. هلا لما بدي ابدا بالتحليل شباب باجي على هاي مثلا اللي هي الكويك درو. انا بدي اس 4 هي اس 4 بدي اس 70 هي اس 70 رسمت البلوكات. إياكم تعملوا مشينج الآن. إياكم. ليش إياكم تعملوا مشينج؟ لأنه بدك توزعهم على الصفوف وبعدين كل صف يوزع. هلأ شو الإشي اللي الكل رايح يشارك فيه؟ إنه الكل جالس على إيش؟ على أرضية. قديش البيرنكة بس تبعتها؟ 250. إذا أنا هلأ بدي أجي أقول له Control All وأجي أقول له هون Assign Area واروح على الاريا سبرينج بقول له انا هون بدي احط له 250 وهي اضربها ب 100. هلا اذا ضربتها ب 100 قديش لازم احصل على ماكسيمم ديسبيسمنت حتى القاعده تكون امنه؟ خمس علامات للي بيجاوب. 10 ملي. رائع. شو اسمك يا ابني؟ حمزة داود. ايش حمزة داود؟ هيا حمزة. حمزة داود مصدر اليوم انه ايش يكسب علامات كثيرة. طبعا شباب لو كان انا عندي 0.01 ضربت 0.01 في 2000 ب 25000 شو بتعطيني 250. هلا اذا شفت انا displacement اكثر من 10 ملي بعرف انه انا القاعدة عندي مش عمالها تعمل. وضحت هاي الفكرة؟ هلا هل هي تنشن ولا كومبريشن؟ اكيد كومبريشن وكومبريشن اونلي. طبعا هاي بتعنينا كثير شباب لما انا بدي اصمم ريتيننج وول. ريتيننج وول لزلازل. طلعوا على هذا الريتيننج وول لزلازل. هذا هو بروح هيك على عتبه التراب موجود هون وبروح هيك التراب ولا عنده اي ستيفنس. لكن لما الزلزال بتفشه بالعكس التراب ايش عماله بيعمل؟ بتفش الريتيننج وول. لذلك احنا بعنينا مثلا لانه الريتيننج وول بروح وبيجي بالزلازل انه نحط مثلا compression only. طبعا فين موجود؟ موجود في البوتوم بالداون وعماله بيعمل ايش؟ انوارد ومنحط اوكي. حد عنده سؤال على هاي؟ دكتور بس فكرة المية مش فاهم ليش. هلا باختصار احنا لما عملنا دراسة وجدنا انه اذا ضربنا البيرين كاباسيتي في 100 ل 120 بتعطينا اشي اسمه modulus of subgrade reaction. شو هو modulus of subgrade reaction؟ هلا شباب التستينج من التسعينات اللي بتم بالتربة مش من العينات اللي بناخدها من الأرض. سبق وحكيت لكم هدول العينات مش صادقة. ليش؟ فيش شيء اسمه undisturbed. مجرد ما انت شلتها من الأرض شو صارت؟ disturbed. فمثلا من العينات اللي احنا بنعملها ايش بنسميه؟ بليت بيرينج. بنحط البليت ومنحملها.
هلا لما بنحمل عشان بتعرض البليت لديسبيسمنت، اذا قسمت الفورس على الديسبيسمنت شو بتعطيك؟ فورس على الديسبيسمنت شو بتعطيك؟ تفنس كي اللي هو ايش؟ السبرينج كونستانت. وجدوا انه في علاقه تقريبيه كونسبشوال، علاقه تقريبيه بين الكي اللي هو المودولس اوف سب جريد رياكشن مع مين؟ مع الالو بالبيرنج كاباسيتي. وجدوا اذا ضربت انت الالو بالبيرنج كاباسيتي في 100 بتعطيك المودولس اوف سب جريد رياكشن. لحد الان متفقين؟ صار عندنا احنا الان زنبركات تاخذ 25000 كيلو نيوتن على المتر المربع. اذا هذا الزنبرك نزل 10 ملي معناته قديش القوة اللي عمالها بتأثر عليه؟ اضرب 25000 في 0.01، 25000 في 0.01 شو بتعطيك؟ 250 كيلو نيوتن على المتر المربع اللي هي لا لو بالبيرنج كاباسيتي. طب اذا تعدى هاي القيمه ال 0.01 معناته صار عندي فيلير بالالو بالبيرنج كاباسيتي. مين اللي سأل السؤال؟ احمد دكتور. شكرا كثير يا احمد. شباب اياكم احكي شغله ما تفهموهاش ما تسالوا، يعني مصيبه بتكون. شو قاعد انت ما فهمتش شيء اسال، حتى لو جاوبته اجا لي واحد في البدايه اللي معلش تعيد ما عندي مانع اعيد. اذا هلا شوفوا شباب، احنا هلا بنحكي على شغله كثير مهمه. اياك تقسم قبل ما انك ايش تعطي المشترك للكل. بعد ما تعطي المشترك للكل تعمل المشينج. والملك على فكره اللي بيعرف يعمل مشينج، شو يعني يعرف مش يعمل مشينج؟ يعرف خصم. شوف النبي عليه الصلاه والسلام لما كان على سبيل المثال يصفهم في القتال كالحرب، لما كانوا يستخدموا المنجنيق يباعدهم زي ما نتبعد الان بالكورونا، زي ما نتبعد بالكورونا. لما يجي في المسجد رص الصفوف، ليش؟ حتى يحط اكبر عدد موجود في المسجد بدون ما حد يدعي على الاخر، بحيث انه كل واحد لما يسجد ما ياثرش اللي قدامه. اذا لكل واقع شو كان النبي عليه الصلاه والسلام يعرف كيف يقسم وطريقه التقسيم. لذلك شباب الملك اللي بيعرف اول شيء كيف يحطهم في اماكنهم. هلا احنا في الصلاه في المساجد خلاص كلهم قد علم صلاته وتسبيحه، احنا الطير صافه اما بيقبضوا ايديهم، بيقبضوا ايديه هيك ويقبض، او هيك ويقبض. النبي عليه الصلاه والسلام عمل هيك ويقبض في الحرب في المنجنيق، وعمل هيك ويقبض في الصلاة العادية في المساجد. فكان عملية التقسيم يقومها بطريقة ملك كان في التقسيم. احنا اخذنا العادة في المساجد وما عرفناش انه هاي فكر كيف انك انت تقسم الصفوف وكيف تعمل الفرق. ولذلك احنا اذا عرفنا كيف نحط الصفوف وكيف الفرق بالاشياء المختلفة بنكون ارقى ما يمكن. بتكون الصلاة تحولت لنظام. اقامة يعني بناء في الحياة. يعني أنا لما بشوف الناس مش واقفة بصف بعرف هدول عمرهم ما تعلموا صلاة. كان يصفنا للقتال كما يصفنا للصف. اللي ما بتعلم الصف يجي يقول لي أنا لو النبي عليه الصلاة والسلام جاي وبمر علينا كان بكل مرة بروح على السوق اذهبوا فصلوا فإنكم لم تصلوا، بيجي على البنك اذهبوا فصلوا فإنكم لم تصلوا، حتى يشوفنا في الصفوف. لما بيشوفنا في الصفوف بتقولها بدت الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وفي أكبر من منكر إنه إحنا واقفين بدون نظام؟ ديننا كله نظام وحياتنا كلها بدون نظام. في أكثر من هيك منكر بيخلي كل العالم يضحك علينا؟ عدونا بقول أنا ببدأ أعمل حساب للعرب لما بشوفهم بيقفوا بصف. طلعوا على مدخل الجامعة، كان أكبر إساءة إلنا كجامعة وأكبر إساءة إلنا كطلاب. تطلب الأمر إن نفقد طالب من طلابنا حتى نبدأ نعالج المشكلة. إذن شباب الملك اللي بيعرف كيف يقسم، لأنه قدام شوي راح يطلع أسهل من هيك تقسيم ما بيصيرش. هلأ في أي مشكلة الآن في عملية اللي عملناها هلأ اللي أنا بدي أعمله شباب بيحتاج لخبرة experimentation. فأنا هلأ بدي أعطيكم خبرتي، لكن افرض أنك هاي خبرتك ما بتعرفهاش لنفرض، جرب أشياء تانية وشوف شو بحصل معك. أنا الآن شباب شايف إنه هاي قصيرة هيك، بينما هدول مالهم ما شاء الله عليهم. فبروح شو بعمل؟ بس قبل ما أبدأ هذا الحكي لازم هذا العمود شو أعمل؟ أحط عليه الأحمال. فباجي لهذا العمود بحدد هاي الأريا، شو بقول له هلا؟ Assign Area Loads Uniform. هذا الديد لود اللي على الأريا قديش اتفقنا قبل شوي؟ حدا بذكرني؟ الديد لود قديش كان؟ 2702 صح؟ هذا بدي اقسمه ال 2702 بدي اقسمه على 0.45 مضروبه بقديش؟ في
0.45 في 0.8. في حد عنده مشكلة في الديد لود؟ بعمل هيك وباجي هلا بعمل كمان حمل تاني اللي هو عبارة عن اللايف لود. هاي اللايف لود بحط لايف هاي هيك وباجي بقول له أنا بدي كمان لايف لود على نفس الشيء. هاي اللايف لود قيمة اللايف لود زي ما اتفقنا قبل شوي هي عبارة عن قديش؟ 734 734 بقسم على 0.45 مضروبة في 0.8 وعمل لوك. دكتور بس بدي أسأل فضل. لما عملنا define الماتيريال عملنا للجامعة أنها زيرو لأنه إحنا بفرضياتنا لما حسبنا ما حسبنا أن القاعدة إلها وزن. وسبق وحكيت لكم إنه القاعدة إلها وزن والتراب اللي فوق القاعدة إلها وزن، لكن هدول بشكله من وزن كل القاعدة تقريباً قديش 4 أو 5%. فلو أنتوا أهملتوها ما بتأثر كتير على الحساب. عارف إذا أنا العام حطيت سؤال بهذا الموضوع وطلبت من الطلاب يحلوه ولا لا؟ إذا بتحبوا أثبت لكم هذا الكلام بقدر أحط لكم وظيفة، أشكل لكم وظيفة وخليكم تحسبوا وزن القاعدة والتراب اللي فوقها، تصمموها بوزن القاعدة والتراب وتصمموها بدون وزن القاعدة والتراب وتقارنوا. إذا بتحبوا أعملكم وظيفة هيك تشتغلوها كوظيفة ثالثة بصيغ لكم إياها وبحط لكم إياها الأسبوع القادم. إذا خلص مقتنعين إنه هذا الإشي الوزن مقابل وزن البناء شغلة لو إحنا أهملناها ما بتأثرش على الحل ما عنديش مشكلة. لاحظوا أنا عمالي بقول لكم simplification. أنا لما صممت حطيت وزن العمود وطلعت وزن هذا ولسه ما بعرفش أبعاد القاعدة، طلعت بقى أبعاد القاعدة، هلا أرجع أعمل حساب لأبعاد القاعدة بيصير العملية صعبة كتير. فأنا بقول لكم لو هملتوها وصممتوا ورجعتوا اعتبرتوها مش رايح يختلف التصميم. اللي بحب منكم يعمل experimentation أنا بعمل له هاي الوظيفة وخليه هو يعمل experimentation ويشوف كلامنا صحيح ولا. شكرا على سؤالك. هلا ماتيريال، حد عنده سؤال؟ بكفي الإجابة هاي يا بنتي ولا بدك مور؟ لا بكفي، أنا بس كنت أتأكد يعني بس. الله يكرمك. هلا اطلع عليه. أنا هلا خلصت من الزمبركات، هلا بيجي واحد بيقول إحنا ما حطيناش زمبركات أفقية. شباب أنتوا أخذتوا بالستاتكس إشي اسمه unstable equilibrium. شو يعني unstable equilibrium؟ يعني المنشأ إذا بتعرض بس لقوة رأسية وبيجي أحمال من هون بيكون stable، لكن هذا المنشأ لو أنا بدأ أصمم لقوة أفقية إذا ما حطيتوش الزمبركات الأفقية عمره ما هذا بعطيه لك نتائج صح، بطلع عندك المودل بالإنفينيتي. هلا لما إجا الأستاذ عبد الرحمن الأسبوع الماضي وحط لكم زمبركات أفقية، حط أي قيم. أنا لقدام بدي أعلمكم كيف تحطوا قيم الزمبركات الأفقية عن طريق التشابه. فبديش هلا أدخل في موضوع لسه أنا ما هيئتكم إله، خلينا بالمعلومات اللي عندكم وبتشوفوا كيف بيصير رن وبيصير الأشياء اللي بدنا إياها. هلا طلع دكتور لو حطينا سبورت ما فيش. الزمبرك هو السبورت، هذا هو الحقيقي. المنشأ هذا شباب مش قاعد على إشي رجد ما بتحرك، لا، المنشأ هذا قاعد على تراب ورايح يعمل سيتلمنت. فاحنا هذا تمثيلنا هو اضعف تمثيل بسول ستراكشر انتراكشن، هذا اضعف تمثيل بسول ستراكشر انتراكشن. هلا انا بدي اطلع بدي اشوف هدول الاربعه اللي عندي، هاي وهاي، هدول السته. هدول السته مشكلتهم انه لهم هذا العرض طويل نسبه لهذا، هذا عنده عباره عن 0.45، هدول عباره عن 1.5 1.5. بقدر اقسمهم ثلاث اقسام، بقدر اقسمهم اربع اقسام. فبقدر اقول لا edit areas divide areas، اقسمهم بالاكس اما 4 بواحد او 3 بواحد. فليش يعني سواء عملت 3 بواحد او 4 بواحد وحطيت اوكي، بتلاحظ انهم صاروا منسجمين من ناحيه ايش الأعرض كأطوال. احنا اتفقنا بدنا نعملهم سكوير ما امكن، لكن هدول صار عندي مشكله بهدول، هدول وهدول كثير مستطيل، بدي احاول اعمله مربع. نفس الشيء بقول له edit areas divide areas، بس هلا بحط واحد وبحط اربع هلا هدول اللي بالوسط هدول كلهم صاروا مستطيل، بدي اقسمهم فبحددهم
وبقول أدت Edit areas, divide areas. بدي اياها واحد في اثنين. هلا هذه العملية اللي انا عملتها شباب بتحتاج لإكسبرمنتيشن. شو يعني بتحتاج لإكسبرمنتيشن؟ يعني بالوقت اللي انت شايفها كتير بسيطة رايح كل مرة تلاقي امامك مشكلة تجرب وترد تجرب وتجرب تجرب حتى تصل لمرحلة تصير انت عارف كيف تعمل مشين. هلا في ناس بحبوا يعمل مشين عن طريق الكمبيوتر، انا ما بحب، لانه مهما كان عقلية الكمبيوتر في البرمجة اللي برمجه مش زي عقلية واحد بتطلع على المنشأ وبيعرف كيف يقسمه. وفي كل خير، يعني اذا تركت البرنامج يقسم راح تاخذ وقت اكثر قليل، واذا انت قسمت بناحية علمية بحيث انك انت زبطت كل إلمنت حتى تعطيك نتائج افضل مش راح تقع بمشاكل اوفر فلو اندر فلو. هلا كل اللي عملناه شباب، كل اللي عملناه له هدف واحد، وهو انا عملت فرضيات وطلعت لي نتائج. هاي الفرضيات على ارض الواقع الان انا بحلل بطريقه ثانيه. هاي الطريقه الثانيه راح تعطيني تصور مختلف وفكر مختلف. تصور مختلف لانه انا عمالي بحل باساليب مختلفه، وفكر مختلف لانه النتائج اذا كانت تتطابق مع النتائج اليدويه بفارق 10% تمام. طب واذا كانت اكثر من ذلك؟ معناته في عندي مشكله في العلم تحتاج إلى تحسين. لذلك شباب العلم يتحسن مع الزمن، وكل علم إحنا كنا نعرفه في الأمس الآن صار فيه إشي أحسن منه. وبالمستقبل أقول لكم شغلة، قبل مجيء محمد عليه الصلاة والسلام كان حال البشرية هل أتى على الإنسان حين من الظهر لم يكن شيئا مذكور. مجيء بعثة النبي عليه الصلاة والسلام نقلت البشرية نقلة لم تشهدها البشرية عبر كل حياتها، ونشأت المدينة الفاضلة وحطينا أساس كل العلوم وبعدين نمنا ورجعنا زي الجاهلية الأولى، لا نقرأ وإذا قرأنا لا نفهم، وكتابنا اللي هو أصل العلم وأصل الحضارة صار كتاب جهل وكتاب تشريع وكأنه التشريع لا يستند إلى عليه. الآن إحنا بحاجة لأقرأ من أول لجديد، والقراءة اللي أصلحت الأولين مش قراءة فلسفة الروم ولا فلسفة الفرس، لا قراءة أهل الكتاب الأول ولا قراءة الملحدين. هدول التنتين كانوا عندهم علمانية متوحشة، كان الواحد لما يدخل القدس يقول أبشر يا أمة أنا عندي أحصنتي تغوص في دماء المسلمين، زي ما هلا بقول لك إنه أمريكا واحد بسوى كل الشرق الأوسط، وزي ما عملت القنبلة النووية بهيروشيما وناجازاكي. علمانية متوحشة ما بتختلف عن الجاهلية الأولى، بينما المصلاح الدين سمع واحد قال اليوم يوم الملحمة، عزلوا عن القيادة قال له اليوم يوم الرحمة ولا يزال اسمه باب الرحمة في القدس. فانتبهوا شباب، احنا الآن بحاجة نعيد تفكيرنا في إقامة الصلاة حسب المستوى العلمي الموجود لننقذ العالم من الهاوية اللي هو مقبل عليها محليا وعالميا. فأنا هلأ البعنين الفكر، أنا هلأ أشوفه كل الخمس خطوات اللي عملتها اللي تبدأ بتشكيل الصفوف وتحديد المعالم وتيسير الحل عن طريق اني انا اعمل الجريد بطريقه مبسطه، وعمل عدم عمل التقسيم الا بعد ما اوزعها على الكليات، والتقسيم اللي بيحتاج لاكسبيرمنتيشن. يجينا هلا لاهم شغله بدنا نعملها، شيء اللي بدنا نعملها نكتشف فكرنا صح ولا غلط. فان كان فكرنا صح بنروح بنعلمه للناس، واذا كان فكرنا غلط شو بنعمل؟ منضلنا نعيد 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 حتى نظبط فكرنا بعدين نروح نحن للناس. فاللي بيعلمك شغلة شباب هو لا يطبقها بحياته ومش شايفها بحياته كويسة، هذا منهاج عكس ما تربى عليه الصحابة. كان محمد عليه الصلاة والسلام إذا طلب منهم شغلة ما بيعملهاش ولا واحد كان يطيعه، وهذا ما تحصل بصلح البلد، قال لهم احلقوا قصروا ما حد يسمع، لم يطيعه لا أبو بكر ولا عمر ولا حدا. دخل على أم سلمة قالها اليوم أهلك المسلمون، لما يا رسول الله؟ بقول لهم احلقوا بيحلقوا، ايش قصروا بقصروا، ايش قتلوا ما طلعت لا حلق ولا مقصر، خلف يا رسول الله فاحلق قصر. هدول تربوا انه الامام يجب ان يكون امام، اذا بيحكي بالصدق لازم يكون صادق. هذا الطالب اللي بغش بدخل المسجد علم الناس انه سيرتي النبي الصادق الامين، هذا من المغضوب عليهم. هدول علم فلم يفعل بما يعلم، هذا مغضوب عليه بكذاب
إن الذين يفترون على الله الكذب لا يؤمنون. المؤمن لا يكذب. اللي بغش بيكذب ولا لا أعماله؟ إحنا إذا منعيش بأمه أعماله بدوش هذا. شو اللي تعلمنا إحنا؟ شو اللي تعلمنا؟ إحنا باطن الأرض قبلنا من ظاهرها. نصحى. الآن أنا بدي أشوف اللي أعلمتكم إياه صح ولا غلط. أنا بقول لكم اللي بالكود غلط. بتقول هذا كود. ألفوا مئات المهندسين وآلاف المهندسين ولهم ألفته كل البشرية كل الناس. إذا بالبينة في غلط معناته غلط. بدنا نعرف كيف شباب كيف نسأل. مش بتسأل وبتقول قال فلان مين هو قال عبد الرزاق نكرة. بدك بينة علمية. هلا بنعمل رن وبنشوف يا ترى هل تعلمنا صح ولا تعلمنا غلط. هي عملنا رن. وبدناش نعمل رن للمودل لأنه لو عملت رن للمودل رايح يعطيني بيريود إنفينيتي. هلا مش وقت داينامكس. داينامكس بنخليه لمسار التطبيقات الحاسب. انا هلا هون بدي احط اسم سكراتش 1 سكراتش ترايل 1. ليش سكراتش ترايل 1؟ اشوف بده يزبط معي ولا لا. بحط سيف. هلا الكون بيمشي على ثلاث قوانين. اول قانون توافق. بنضل نمط حكايه الشعوب طالما مقسمين. لما بنصير احنا يد واحده ساعتها الشعب بيصير العالم يعملنا حساب. العالم الآن ولا بيسأل العربي إيش ما حكى ولا بيسأل. لكن الهندوسي اللي عنده 1000 ديانة و1000 لغة لما بقول على طاولة الأمن إكس أمريكا بتعمل له حساب وبريطانيا بتعمل له حساب ومليون واحد بيعمل له حساب. لأنه الهندي اللي فيها 1000 ديانة استطاعت إنها تعمل توحيد لشعبها ونظام واحد. إحنا اللي عندنا ديانة واحدة مقسمين لألف حزب و1000 فريق. تبدأ بالتوافق. start animation. صار توافق. شو ليش ما ليش مش مبين؟ ها في شغلة غلط صح؟ شو الغلط اللي موجود فكركم؟ support محطوطة فيكس دكتور ليش؟ يصبر كما يبدو. منين جت صبرت ما بعرف. هاي اكس واي. خلينا نعمل هلا هيك. ولا أصاين جوينت ما فيش نقيم هذا دكتور حطيت اللاترال أصاين لا 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 استنى ريسترينتس بدنا فري هاي أوكي ونعيد عملية إيش الرن هاي 3D هون 3D. انا ما حطيتش ريستريند بس منين جت برضه هاي ريستريند حاطين لي ستارت انيميشن اكيد شباب في شغله بالجهاز فايل اوبن انتوا شفتونا حطيت ريستريند على الجوينتس لا لا ولا ما شفتوش طيب منين اجت مش عارف هلا خلينا نعمل هون رن ونشوف شو عمله بصير هاي نفس الشيء نعملها بنفس الطريقه بس انا الريستريند منين عمالها بتيجي ما بعرف اعمل هلا هون ستارت انيميشن هاي ستارت انيميشن تمام واضح انه انا عندي كومباتيبلتي نطلع على الايكوليبريم هاي ديسبلاي شو فورسز او شو تيبلز ستراكشر اوتبوت بيس رياكشنز طبعا هاي سيلكت لود كيسز انا عامل سيرفيس لود كيسز والتيميت لود كيس انا بس بدي هلا بده ايش وبدي اللايف طبعا اللود كومبينيشن بتقدر تعملوه باي وقت حتى بعد الرن هاي اوكي وهي كمان مره اوكي شو طلع لنا 2702 ايش قارينها ولا لا لدد وقديش طلع لنا لللايف 700 وايش و34 هلا اذا الدد واللايف اوكي بقدر اطلع بعديها على التفاصيل بدون اوكي ما بقدر اطلع على التفاصيل حتى اطلع على التفاصيل بقدر انا بدل ما اقعد الف على كل الجوينتس اجي اقول له ديسبلاي
show tables. باجي قايم الـ structure output. واحط joint reactions. واحط displacement. ولوكي. هاي قيمة الـ vertical displacement. لاحظوا قديش قيمتها. 0.007. 0.002 0.007 0.002. بتنزل لتحت شو بتلاقيها تقريبا 0.007 مش عمالها تصل لايش 10 كلها اذا نزلتوا بتلاقوها عمالها ايش عمالها بتعطيني اقل من مين 0.001 معناته انا عندي الوضع ماله اوكي طبعا 0.0079 يعني 0.008 بس اللي انتو مش عمالكم نلاحظوا شغلة واحدة عايز اشوف انا لما حطيت display reactions حطيته لايش هاي display شو تيبلز اتأكد انه لا للload case ايش السيرفس هاي السيرفس load case وهي اوكي هو كان يعطيني dead or life انا بدي اياه للسيرفس هاي اوكي وهي كمان مرة اوكي هلا للسيرفس بتطلع شو بلاحظ انا عندي 0.01 0.01 0.01 هاي انسوا 0.01 ويمشوا عليها شو بتلاحظوا تقريبا 0.01 هون قديش انا عندي 0.0097 0.0094 يعني 939 يعني 94 0.0096 0.0097 اكثر شيء كان عندي قديش تقريبا 0.0101 معناته انا من ناحيه displacement اللي انا متوقع 10 ملي اوكي طب والله ضم طب دكتور ليش زادت عن العشرة بشوي ايش ليش زادت عن العشرة بشوي مش المفروض الناس لانه سبق حكيت لكم انا فارض انه الرجد هاي ما لها رجد بمنطقة العمود بتتوقع انه يكون الهبوط زي المنطقة بعيد عن العمود يعني هلا على سبيل المثل لو هاي عملتها انا اكس واي شكرا على سؤالك يا ابني انا لو اطلعت على الديسبيسمنت قديش الديسبيسمنت المفروض ما تتجاوز العشرة اللي على الاطراف 0.007 هي 0.007 لو جيت على الوسط هون قلت له قديش الديسبيسمنت قريب من 10 0.008 لو بدي اجي على طرف العمود على نقطة العمود قديش الديسبيسمنت 0.008 قريب 0.008 دكتور انت عارض الدب مش الديفورم شيب عارض الله يكرمك هاي ديسبلي ديفورم شيب لس سيرفيس هاي اوكي لازم طلعت على هون الديسبيسمنت قديش 0.0094 لما باجي على اطراف العمود الديسبيسمنت قديش 0.01016 يعني مش هالفروقات الكتيرة بس اكيد تحت العمود شو في عندي انا هلا تحت العمود لنفرض التراب بده يهرب اللي حواليه له كاباسيتي شوف هالمبدا شباب اللي بيعمله التراب لا يمكن المنشأ ينهار طالما ان هناك مسار امن للاحمال هذا نيجي للعمود هذا تحت العمود هون لنفرض ان التربه زادت شوي احنا عندي فاكتور اوف سيفتي 2 ل 3 انا بدي اعتبر زادت بهاي النقطه عن الالتيميت مش بدها تهرب هلا اذا جنبها مرتاح بيمسكها بس اذا جنبها مش مرتاح اكيد بتقدر تهرب لذلك بكره رايح اعلمكم شغله غريبه جدا دائما بعلمها بستيل ديزاين انه لو كان عندي فريم وحطيت هون عمل وحطيت عليه هون حمل ولنفرض انه كل حمل 1000 كيلو نيوتن ادى لانهيار الفريم انهيار الستابيليتي لو حملت عمود واحد بس مش العمودين قديش بحصل له انهيار الناس بتفكر 1000 لا 2000 لانه حتى ينهار بالستابيليتي هيك بده يشد هذا معه هذا عنده قدره تحمل 1000 ما بيسمحلوش هذا يتحرك الا اذا صار بيحمل 2000 لذلك انتبهوا شباب التراب معمول بحيث انه يشد بعضه البعض فالكافر يوم القيامة يقول يا ليتني كنت ترابا لأنه سيجد في خصائص التراب طاعة لله إياك نعبد وإياك نستعين مش موجود عند الإنسان لذلك إحنا بنفقه تسبيح هذا المنشأ لما منلاحظ تشبيه النبي عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في تواديهم وتراحمهم وتعاطفهم مرة قال كالبنيان المرصوص ومرة قال كمثل الجسد حتى يعلمنا بالعلوم المادية وحتى يعلمنا بالعلوم الإنسانية إذا تداعى له عضو كل الأعضاء بتصير عمالها بتصيح لما كنا احنا مسلمين بحق واحدة قالت يا معتصمة حركت كل جيوش الأمة احنا الآن الجار بيقول يا جاري الجار بيعمل حاله مش سامع إذن منطين وإذن منعجين إلا من رحم ربي
طيب هلا اذا فهمنا هذا الحكي هلا احنا خلصنا من اول شيء الكومباتيبلتي، بعدين الاكوليبريم، بعدين هلا بدينا بالسترينج. فاول شغله طمنينا عليها انه عندنا البيرنج كاباسيتي اوكي. خلينا نطلع على المومنت، هاي ديسبلاي شو فورسز، هاي الشيلز، هاي بدي ام 11 لايش؟ للالتيميت. هاي الالتيميت طيب اوكي. هلا اذا بدي اقعد اقرا قديش الام 11، شايفين هذا الكولوم اللي هو اس 4 اس 4، الاصل هذا الكولوم على حوافه، على حوافه هدول القرن. انت دائما اذا القرنه ضربت بايدك كيف بتحس الالم؟ عالي جدا. فهاي القاعده عمالها بتصيح في منطقه القرن. شوفوا في منطقه القرن هون قديش الستريس عندك. حدا قادر يقرا؟ خلينا اشيل انا السبيس شو اسمه. فين الجنرال؟ شو ليش السكشن مبين هون؟ طيب اشوف هون لو عملت هون ديسبلاي شو فورسز شيلز ام 11 والتيميت. طيب اوكي، وهون هلا بدي اعمل لكم هون سيلكت سيلكت وسيلكت بروبرتيز واريا سكشن واختار الاس، عفوا الاس 4. اوكي انا هي اختار هو الاس 4. انا متوقع على الحواف هون يكون الاسترس عالي جدا. شو عمالكم تقراوا على هاي الحافه؟ 700 قديش؟ و8 خليني ابتعد عن الحافه شوي. شو عمالكم تقراوا؟ 400 قديش؟ 17. قديش انا متوقعها الام 403 صح؟ 403 انزل هون بلاقيها نزلت ل 324 وبعدين بدها تطلع حتى وصلت هون ايش ال 700. هلا لو بدي اخذ الكولوم ستريب يعني امشي كمان شوي لتحت، بلاحظ بدات تقل 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 تقل، بس وصلت لايش مثلا؟ ل 350. لو بدي امشي كمان شوي وصلت ل 323. هلا من 323 لو بدي اعمل افريج بطلع اكثر من 400 وقديش؟ من 403. انا عندي 700 في اعلى مكان وعندي 300 في اقل مكان، يعني بده يطلع فوق ال 500. لذلك لما قلنا لكم لو اخذتوا كل المومنت وضربتوها ب 0.67 بكون التقريب للواقع احسن من اللي موجود في الكود قطعا. وما بتحتاج تحفظ الا 0.67، مش مطلوب منك تحفظ ايش 0.7 والثاني. فواضح انه ان انا احط هون نفس الحديد من الاول للاخر اكيد مش منطق، مش منطق بام 111 وراح يطلع زوم، مش منطق بام 22. يعني لو هلا جيت قلت له هلا ديسبلاي شو فورسز وشيلز وحطيت ام 22 قلت له اوكي، بلاحظ نفس الشيء. اذا عملت له هلا سيلكت، هلا هون سيلكت سيلكت بروبرتيز area section وS4 أي أوكي، بتوقع على الأطراف يكون عندي ستريس عالي جدا. هذا اللي كنتوا تاخدوه تحت عنوان stress concentration. لاحظ بالاتجاه الثاني لأنه الويت أقل كان عندي stress concentration عادل كتير 872 وبصل هون لقديش ل 855. هلأ إذا أنا بدي أروح عن ال 855 وال 872 شوي حتى أحصل على الكولوم ستريب، عماله بنزل لقديش؟ عمال بنزل ل 300. فلو اخذت 300 مع ال 800 وعملت افرج لهم بيطلع الرقم اعلى بكثير من اللي انا متوقع اللي هو قديش 403. لكن لو اخذت المومنت على كل هذا وقسمتها لكولوم ستريب ولميدل ستريب بيطلع عندي النتائج افضل. لذلك هلا انا عمالي بتعلم من الشكل انه في منطقه الكولوم ستريب انا عندي ستريسز عاليه، ولما بتعد شو بيصير في الستريسز بتقل. هلا الكود بيقول لي بهذا الاتجاه، الكود بيقول لي حط نفس كميه الحديد، وبالاتجاه الثاني شو بقول لي؟ بقول لي على 3.5 متر حط نفس كمية الحديد وشوية حديد من فوق. كلام الكود الآن كتير ضعيف أمام هذا الحكي. طب شو معناته هذا؟ هل أنا محتاج الآن أنفذ الكود ولا أنفذ الأحسن من الكود؟ أكيد الأحسن من الكود. أكيد، لأن أولا كون الكود مش موحد معناته، يعني بكرة لما باجي أقول لكم مثلا وحكيت لكم عن كلير سبان،
مره بقول لي خد كلير سبان ومره بقول لي خد سنتر تو سنتر، هو اما كلير سبان او سنتر تو سنتر، بتزبطش التنتين يعني، لازم واحده تكون صح والثاني غلط. فاحنا قلنا لكم اللي بيحدد الديفليكشن هو الكلير سبان وليس السنتر تو سنتر. ومن هون انا لما بدي اجي اقعد اطلع على الكود، لما بقعد اقارن ببعضي البعض، هون بيظهر الخطا. لذلك شباب يعني فيش بشر على الارض، اذا كان محمد وهو من هو، ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تاخر، لا يوجد بشر على الخطا على الارض لا يخطئ. هلا الاصل الدين النصيحه لله وللرسول ولأئمه المسلمين وعامتها. فاحنا بدال ما نعمل الدين النصيحه عملنا الدين الفضيحه. يعني الاصل انك انت قدامي لما بتشوفني اغلط تعظني، حتى في جمع وانا بصلي اغلط يعني بعطيكم علامات، يعني اوعظني بجمع وخذ علامات، شو المشكله؟ انا بعترف بانسانيتي، لكن انا اذا اعتبرت نصيحتي في جمع عباره عن فضيحه، اما غيبتي وانا مش موجود مش فضيحه، هذا اصبح كلام الشيطان وعمل الشيطان. فصرنا احنا نستغيب ونفضح بالاستغابه بدل ما انه ننصح بالوجه. صار النصح بالوجه فضيحه، والغيبه على التلفزيون ونشر الغسيل للوسخ دين. نصحى شباب. هلا نيجي للشير. انا الشير متوقع قديش؟ سمعوني، متوقع 200 وقديش؟ 285. بتوقع بمنطقة الكولوم يكون 285 ولا اكثر؟ اكثر شوي. رائع، هاي ديسبلي شو فورسز شيلز. بدي هلا ال V 13 والتيميت ولوك، وهي هون بدي اعمل للديسبلي هوت سيلكت وبروبرتيز، واحط اريا سكشن واحدد الاس 4. شوفوا هلا بهاي المنطقه، بهاي المنطقه قديش الشير، قديش عملكم تقراوا شير؟ انا بدي ابعد مسافه دي. هلا كل وحده من هدول تقريبا 40 سنتي، هاي مسافه دي. قديش عملكم هون تقراوا شير؟ 500. خلينا اطلع، شفت لو القيمة 400 أطلع، 300 200 أطلع، 108 98 أطلع، 70. يعني حرام جدا إن أنا أعتبر كل هذا المقطع على نفس الوايد بيم شير. فأنا لو اعتبرت إنه البندينج مومنت بهاي المنطقة قيمتها 70% من التوتال مومنت أو 65% من التوتال مومنت، وحسبت الشير أكوردنجلي، بده يطلع عندي الشير أكثر أكيد. هلا هذا اللي احنا الان كنا من قبل عندنا احساس فيه، بس هلا احساسنا تقوى عن طريق الفاينايت ليمت. هلا بتيجي بتقول لي يا عبد الرزاق بتثق بنتائج الفاينايت ليمت هذا وبتطبقها؟ بقول لك وانا مغمض عيني، بس بعمل شغلتين في هاي المناطق، بحط اللي طلبه الكود، وبهاي المناطق بزيد الحديد شوي، وبحمي صحه المواطن وبحمي منشآت من انها تنهار. وانا شو بقول للانسان؟ هذا الكود اللي بين ايدينا حاطط مينيمم ريكويرمنت فور ستراكشر سيفتي، انا تعال يا هالمالي، هاي هون واضح انك انت لو حطيت بتحقق المينيمم ريكويرمنت والزياده، بس تعال تطلع على هون، انا اذا ما حطيت لك هون حديد توقع يصير عندك مشاكل. حدا عنده اي سؤال على انا على فكره ما انتبهتش انه تعدينا الساعه، حقكم علي، كان المفروض اعطيكم بريك، بس حدا عنده اي سؤال يسال. ما فيش أسئلة؟ طب خلينا ناخد بريك 10 دقايق ونرجع بعد 10 دقايق نحكي شو بدنا نعمل في هذا المساء، تمام؟ يلا يا شباب 10 دقايق ونرجع بعد 10 دقايق إن شاء الله. تمام دكتور؟ 10 دقايق راح. تمام دكتور، بس في بدي أذكرك بالنسبة للهوم للكيو ألوبل. ماله؟ حكيت معك على الفيس إنه فيها غلط، انه الكيو ال بي المعطيه ما بتزبط. رائع. خلينا هاي نحكي فيها بعد 10 دقائق لما نرجع، انه الهوم ورك اللي محطوطه شباب انا حاطط فيها كيو ال بي بالغلط، واجى طالب بعث لي هاي الملاحظه، والمفروض انا اعطيك 5 علامات عليها يا ابني. انت شو اسمك دكتور؟ مش لحالي بس في معي كمان شاب. تتقسم بيناتكم. خلص تمام. اسمك احمد لباط والشاب الثاني احمد لباط وزيد احتجازي. احمد لباط هي 2.5 والزيد هي 2.5.
أنا شاكر لكم كثير إنكم أنتوا كنتوا السابقين في محاولة حل الهومورك وكشف الخطأ. وبرجع بقول لكم ما تتوقع بحصة أنا أعطيها حتى لو تعمدت ما أغلطش إلا أغلط. بس الفرق كبير بين ما واحد بيكون حاضر وعقله بيفكر فبيكشف الغلط، وبين ما واحد تعود يقعد وحاطط لعقله وعاء يستقبل. هذا شباب كرسي، أنا بدي عقل يناقش، عقل يفكر، عقل يقول لي شو اللي عمالك بتخبصه يا أستاذ. هلا هذا العقل اللي عماله بفكر هو اللي أنا رايح أتعلم منه، وأنا شباب بحب أعلم حتى أتعلم، وباللحظة اللي ببطل فيها أتعلم ببطل أكون معلم. فأنت باستطاعتك إنك تعيد تفكيري للوراء 30 سنة في قضايا بالنسبة إلي مش محكمة، وبالنسبة إلي بحكي أحسن ما عندي. فإذا أنت جبت لي إحكام إلها بكون أول واحد أنا مبسوط. فبتمنى منكم شباب، ولعلهم يتفكرون، إحنا لحد هلأ حفظنا لتبين الناس ما نزل عليهم ونسينا، ولعلهم يتفكرون. وديروا بالكم اللي بيسأل سؤال واحد بفكر، واللي ما بيسأل ما بفكر. فأنا سعيد لما بسمع واحد بيسأل سؤال، هذا دليل على إن عنده طالب عمله بفكر. لما بعطي حصة وما بسمعش فيها أسئلة بكون بنهاية الحصة كتير مستاء من الطلاب اللي قاعدين ولا واحد فيهم عمله بفكر. بنشوفكم بعد 10 دقايق إن شاء الله. يعطيكم العافية. إن شاء الله يعطيك العافية. أهلين شباب. دكتور المايك مفتوح عندك.
طيب شباب، بسم الله الرحمن الرحيم. هلا احنا من ناحيه المشروع، لما بدنا نحل المشروع، هل بتتوقعوا انه رايحين احنا نعمل قواعد بهذه الطريقه؟
حدا بيقدر يجاوبني؟ عيد ليش دكتور هسه دخلنا لانه هلا بدنا نعمل 3D موديل. لما بدنا نعمل ايش 3D موديل، هل بتتوقعوا به 3D موديل نعمل القواعد زي ما انا عامل هلا؟ اكيد لا. طيب كيف بدنا نعملها فكرك؟ بالزبط يعني مثلا ما من منشأ كامل اكيد رح نفرض القاعدة فليكسبل، مش نفس ما احنا لما نيجي نصمم قاعدة لحال. صح، بس هلا بدنا نصممها فليكسبل اكيد، وبدنا نرسمها بهذا الشكل اكيد، بس هل بدنا نحط الأعمدة هيك ونمثلها 3D؟ لا، بتكون نقطة الأعمدة عادي يعني. طب ليش لازم نعمل هيك يا ديان؟ رجعنا للتبسيط. شو يعني رجعنا للتبسيط؟ هلا لاحظوا هذا العمود، هذا العمود اذا بال3D موديل بدي احطه هون واعمل له اكسترود لل3D موديل، صار عندي شغله بنسميها سوليد اليمنت. شو يعني سوليد اليمنت؟ يعني عباره عن اليمنت 3D، واصبح كل جوينت عليها 6 ديسبيسمنت، فاصبحت كل اليمنت من هذا العمود عليها 24 ديجريز اوف فريدم. فاذا العمود بالمقطع بدي اقسمه 4 اقسام وبالارتفاع بدي اقسمه كذا قسم، بيصير عدد الديجريز اوف فريدم في الكمبيوتر عالي جدا جدا. هلا اطلعوا علي، احنا لو طلعنا ممكن هذا الفيلم اورجيكم اياه الاسبوع القادم. الاسبوع القادم بجيب لكم فيلم بقول لكم كيف تطور المعرفه البشريه. هلا المعرفه البشريه بديش اقول كيف كانت تنظر للكون، لانه لو بدي اجي كيف كانت تنظر للكون من الاف السنين انا بتخيل يعني نحكي كلام ما بدخلش الدماغ. بس خلينا نطلع على المعرفه البشريه كيف تتصور الكون من العهد العلمي. طبعا من الاف السنين كانت الذره عندهم، لو سالنا اي واحد ذره هي ذره الرمل. لكن احنا لما بدا العلم المعاصر طلعت الذره عندنا عباره عن مليار ذره. فاحنا لو مسكنا بردقانه وقسمناها بنلاحظ البردقان كشكل من ذرات. اذا مسكنا ذره وقسمناها بنلاقي مكونه من ايش؟ من جزيئات اصغر. اذا الجزيئات الاصغر قسمناها بنلاقيها مكونه من جزيئات اصغر. اذا لاحظوا انا بطلع على الصوره ككل، ما بقدر امشي فيها بالذرات، لانه ساعتها بيكون العدد اللي موجود لا يمكن نقدر كمبيوتر يحله. فاحنا بدنا ناخذ قاعده كالاتي، اذا بدنا نمثل منشا، منشا اذا كان ارتفاع المنشا، انا بحكي عن 3D، عن 3D، اذا كان اي طول للمنشا، اي بعد للمنشا اكبر من البعدين الثانيين بنسبه اكثر من 3، بدي اعمل البعدين الثانيين. يعني انا عندي عمود ارتفاعه 3 متر، إذا كان عرضه 50 سنتي 3 متر على 0.5 6، إذا عرضه لحد متر 3 متر على متر 3، يعني فوق 500% بعمل له 1D، تحت 300% بمثل له 2D، وإذا كان بين 3 ل 5 تترك ديبيتابل للمصمم. هلا اذا مثله 1D بيقلل كثير كميه الحسابات اللي موجوده في الكمبيوتر والاوفر فلو والاندر فلو. فاحنا هيك بدنا نبدا بمبدا الاشي اللي بيكون عنده بعد اكثر بكثير من البعدين الثانيات بنعمله 1D، والاشي اللي بيكون عنده بعدين اكثر بكثير من البعد الثالث بنعمله 2D. فالاشي اللي دارج بالفكر الهندسي حاليا ممكن تقدروا تفكروا فيه، انه انا اتعامل مع المنشا كبلاطات 2D وكواجهات 2D وكأعمدة أغلب الظن 1D وكقواعد 2D. بس الإشي الوحيد اللي تمثيله ما بقدر أعمله 1D ولا 2D لازم ينعمل 3D هو عبارة عن الأساس. هلأ الأساس المفروض أنا أعمله 3D، يعني يونتس 3D، بس إحنا حاليا بدل ما نحط يونتس 3D عملنا منحط لكم زنبركات. هاي الزنبركات هي أضعف طريقة لدراسة Soil Structure Interaction، وهي اللي مطلوبة منكم أنتم بهذا المسار. ففي هذا المساق إن شاء الله إحنا طبعاً الأسبوع القادم هو بدنا نعمل الآتي. أنا الأسبوع القادم رايح أعرض نتائج الكومبايند فوتينج، واضح؟ هلأ حبيتوا إن نعملكم الكومبايند موديل بتقولوا لنا، يعني اعملوا لنا الكومبايند موديل قدامنا، بنعملكم الكومبايند موديل ونورجيكم نتائجه. حبيتوا نورجيكم بس نتائجه. أي طالب منكم يستطيع إنه يعمل العمود 35x35 ويعمل العمود الثاني 40x40 ويجيب نتائج أفضل من نتائج ستعرض الأسبوع القادم إلى من 20 علامة. حتى نعلمكم الإكسبرمنتيشن
ونعلمكم إذا أنتم سمعتوا كلام ما تاخدوا مسلمات. أنا متأكد أن هناك طريقة أفضل من الطريقة اللي عندي، اللي بيعلمني إياه ياخد 20 علامة. فلما بقولكم اتبعوا هاي الطريقة بدي بينات. البينات عندي هي كالآتي: جرب أي طريقة تامي أعملها، وإذا بالتجربة جبت أحسن مني خد 20 علامة. لما بعلمك داينامكس، لما بعلمك خرسانة، لما بعلمك إنشاءات استاتيكس، أي سؤال بحل لك يا أنا بطريقة، إذا بتعرف طريقة أحسن من طريقتي خد 20 علامة. لأنه أنا مطلوب مني شباب مش بس أحل لكم المسألة، لا لا، مطلوب مني أعطيكم حل المسألة بأسهل طريقة حل اكتشفها البشر. فإذا في هناك طريقة حل أسهل بيعرفها البشر وبتعلمني إياها، أنا مش بس بعطيك العشرين علامة وبذكرك مدى الحياة لأنك علمتني، وبارك الله فيك أنك علمتني. لذلك إحنا لا حاطينكم أمام تحدي الأسبوع القادم، اللي منكم يقدر يقسم العمود 35 و35 و40 و40 ويجيب نتائج أفضل من نتائج لستعرض الأسبوع القادم إلو مني 20 علامة. واللي منكم بعديها يعتقد أنه لابد من تبسيط النموذج وعمل simplification حتى تكون حياته ميسرة وسهلة، سيئتها يأخذ هذا مبدأ بالحياة ويستمر عليه حتى يجي له شخص يقنع أن هناك أحسن من هذا العلم فيتبنى الأحسن. إحنا لا شباب مضطرين نعلمكم طريقة تختلف جداً عن الطريقة اللي كنا نعلمكم إياها بالسابق لما كان التعليم وجاهي. وهذا التعليم اللي إحنا عمالنا بنعلمكم إياه بغياب التعليم الوجاهي بيجبرنا إنه إحنا نحاول نطور أساليب التعليم بطرق مختلفة على أمل إنه نقدر نوصله لكم. هلأ في عندكم وظيفة عبارة عن أعمدة جاية على Continuous Foundation، بدك تعمل أنت حس إلك اللي إحنا علمناك إياه بالمحاضرة، إنك تحاول تحط الأحمال وترسم شير فورس دياجرام، ومن الشير فورس دياجرام ترسم بيندينج مومنت دياجرام. هذا الكلام مش يخضع اللي ما تعلمته أنت بالستركشر أناليسيس لأنه ما بزبطش، وتعمل نموذج بساب وتشوف مدى صحة ما فكرت أنت فيه. هلا التحدي عندنا في الكومبايند فوتينج انه احنا قلنا حتى نحسب المومنت بالاذر دايركشن بدنا ناخذ دي على 2. هلا التحدي نشوف اللي عمل هذا الحكي قديش صار اقرب بالواقع. زي ما هون شفنا هون لو اخذنا احنا ال 403 بنلاقي ارقام كتير بعيده، ولو عملنا 0.67 الكولوم ستريب بتطلع لنا نتائج افضل بكتير. هلا بدنا بنفس الشيء الكومبايند فوتينج ان احنا حسبنا الستريس بير متر سكوير، لو حسبنا المومنت اللي بتكسر بالاتجاه هذا باعتبار بير متر سكوير بدون ما نقسم حمل العمود على دي على 2 بدها تعطينا نتيجة. بدنا نقارن هاي النتيجة بالنتيجة اللي رايحين نطلعها لو قسمنا على دي على 2 ونشوف هل اللي حط هذه الشغلة في الكود قديش كان ذكي. أنا برأيي يعني بقدر ما كنت مبسوط جدا على الكود بالدي على 2 بقدر ما أنا مستاء من الكود إنه لحد القواعد المربعة مش بقسمها كونه مستريب ومدرستر. ففي قضايا بالكود بتكون كتير رائعة وبنعلمكم إياها، وفي قضايا في الكود إحنا بنشعر إنه هاي بالوسائل المعاصرة اللي موجودة يجب أن تتغير. شباب إحنا اللي حط الكود ما كان دكتور بس بالنسبة لهم كمان مرة لازم نطبق على ساب. إحنا هلأ مش مطلوب منك تعمل كومبايند فوتينج على ساب حاليا. أنا بقول اللي بحب منكم يعمل combined footing بطريقة تختلف عن اللي أنا شرحتها في هاي المحاضرة ويجيب نتائج أحسن مني لعشرين علامة. هلا واحد منكم جرب لوحده عماله بطور قدرة البرمجة عنده. إحنا هون شباب بطلب منكم تعملوا المشروع على سب، يعني رايحين نعطيكم مشروع، وهذا المشروع أغلب الظن أوعده بعد ما نعلمكم كيف تعملوا 3D. فال3D بده يكون أغلب الظن بدايته الحصة القادمة الأسبوع القادم، وإذا ما كان الأسبوع القادم بده يكون في الأسبوع الذي يليه. بدنا نعلمكم ال3D وبكون وقت مناسب إن أوزع عليكم المشروع اللي تبدو تشتغلوا عليه، بتكونوا أنتوا عملتوا جماعات وبدأتوا تشتغلوا مع بعض كجماعات. حدا عنده أي سؤال؟ يعني دكتور الهوم خلص بس حل يدوي شو يعني الحل اليدوي؟ الوظيفة اللي بين الهوم لا الوظيفة اللي أعطيكم إياها أكيد بتحلها وأنا بفضل الوظيفة اللي أنا أعطيتك إياها إلك تحلها بساب إلك. هلأ إذا حليتها يدويا وحطيت فرضيات كيف بدك تعرف نحلها صح ولا غلط؟ ها
هلا اذا الرحمن حابب يغلب حاله ويصلح لكم كمان ساب ما انا ما عندي مشكله، بس انا بدي اشوف انت يور بريدكشنز قبلها. هل بترضى تحط بريدكشنز بدون تيستينج؟ شباب اهم إشي في ديننا اذا قراناه فاتبع ثم ان علينا بيانه. اللي منكم مش ماخذ القران كوسيله للفهم والاتباع كيف بده يفهمه؟ بتاخذ الايه بتطبقها، بعد ما بتطبقها بتلاقي النتيجه غلط، ترجع بتطلع فين خطا قراءتك. بدون اكسبيرمنتيشن كيف بدكم تصيروا مهندسين؟ انت هاي فرصتك وانت طالب تعمل اكسبيرمنتيشن وتيجي لاستاذك وتيجي لمساعد بحث والتدريس يشد على ايدك ان تكون مهندس قوي. بكره لما تتخرج في عندكم مشكله. خلينا احكي لكم شغله شباب، ما تبقى من هدول المختبر. اكبر مصيبه حصلت في دراسه الهندسه كانت بعد الحرب العالميه الثانيه. الحرب العالميه الثانيه طلع انطباع عند المهندسين انه اللي كسب الحرب هو عباره عن القنبله الذريه. فتوجه تعليم الهندسي بعد الحرب العالميه الثانيه الى تعليم مادي بعيد عن التعليم الاجتماعي. فطلع عندنا طلاب للاسف الشديد بيعرفوش يسالوا اسئله، هذا اذا سالوا. قله منهم بتعرف تسال اسئله، قله منهم بتعرف تعمل باترنز، قله منهم بتعرف كونسبشوال. ليش احنا نزلنا عملنا مساق اسمه كونسبشوال ديزاين؟ لانه اغلبكم لغى علم مثلا الفاونديشن اللي له الاف السنين قائم على الكونسبشوال وصار ياخذ علم ترزاقي، فبطل عنده حس بالارقام. ونفس الشيء في الاستراكشر، كثير من الناس دخلت في الفاينايت اليمنت ودخلت بالمومنت ديستريبيوشن ودخلت كذا وبطلت عندها قدره انها تحلل المنشا من خلال شكله من خلال الديسبيسمنت باوقات قليله جدا. بطلنا نعرف ديكومبوزيشن للمساله، يعني كيف نقسم المساله لاقسام ونعيد تجميعها. بطلنا نحب نعمل تجارب كثير، يعني خلي الفيزيائيين يعملوا التجارب. هلا عندنا مختبرات، الواحد لما بروح على المختبر زي اللي مضروب على جنبه. قدرتنا على التصور والتفكير التغت لانه صرنا ناخذ معادلات نطبقها كعميان، بدل ما نقول انه هاي المعادلات ممكن يكون في معادلات احسن منها. واسوأ شيء قدرتنا على التواصل مع بعضنا البعض ومع المجتمع. فهاي مهارات انا لما جيت اعلم بالهندسه واحتكيت في السوق وجدت انها كثير بتنقصنا. حاولت ما امكن اعمل مساقات خياريه، كل مساق يحاول يعالج مشكله من هاي المهارات. وفي مساق كنت اعلمه اعجاز هندسي في القران الكريم، كان هدفه بناء الناحيه الاجتماعيه عند الطالب بطريقه اللي نحصنه اجتماعيا انه ينضحك عليه لما بده يتخرج. هلا احنا لما بنقرا القران على فكره ما بنقرا قراءه عصريه، اغلب الناس شباب اللي رايح منكم يتخرجوا رايح نصب عليهم بكلمة صيب، في صيبة شروة غير شكل، الحقها قبل ما يأخذها غيرك. ولنبلونكم بشيء من الصيد، احنا فكرنا الصيد هو صيد البر والبحر، لكن كلمة الله سبحانه وتعالى بتدرج ما هو حال اللسان لقيام الساعة. فديروا بالكم شباب، في عنا كثير ناس انتصب عليهم وخسر اللي فوقه واللي تحتيه لسبب واحد، ما تربى على كتاب الله. كتاب الله اللي بتربى عليه تقوى، وكتاب للمتقين، وهذا للمتقين. مين هو التقي؟ اللي بتبعه، اللي ما بتبعه كيف بده يكون تقي؟ والتقوى شباب هو أساس العلم، يعني أنا ما بحط إيدي بالنار لأن النار بتحرقني، بدأ أتقى أنا النار. اتقى النار التي ينقدها الناس والحجارة، اتقى الله اللي بيخلي النار تشتغل، خلي النار ما تشتغل. فأنا بدي إياكم ما أمكن إنه يكون عندكم أنتوا قدرة على إجابة أسئلة ما بتخطر على بال. أنا ليش بقول لكم أنا بدي أمتحنك بأي قاعدة بأي منشأ؟ لأن أنا ما بعلمك منهاج تصمم قاعدة مربعة أو قاعدة مثلثة أو قاعدة كذا، أنا بعلمك منهاج. القاعدة إذا بدها تنكسر بتنكسر فين؟ تقول لي على وجه العمود. طب لو أنا أعطيتك مثلا عمود مربع وقاعدة ثلاثية تقدر تفكر فيها ولا لا؟ وفكر فيها كونسبشوال وقس على ذلك. كل اللي أنا بقصده منك إنه أنا بدي إياك تفكر، ما بدي إياك تكون عامل خطوات ستيب 1 ستيب 2 ستيب 3 تروح عامل التصميم وتعتبر من تصميم انتهى. أنا بدي الخطوات اللي أعلمك إياها تكون لتصميم القاعدة ولتصميم البناء ولقاعدتك بالمجلس ولقاعدتك في الصلاة وقاعدتك في البيت وعلاقاتك الاجتماعية وهلو مجرة. هاي البيسكس اللي إحنا نحكي لكم إياها
انك انت تحسن اختيار السؤال من اقل ما يمكن. يعني انت بحياتك الاجتماعيه اذا اللي منكم بيقدر يسؤال يعمل السؤال الجيد بيقدر يحصل على كل المعلومات اللي بده اياها. وقيسوا على ذلك، وقيسوا على ذلك. اذا في عندكم اي اسئله اسالوها، عدا عن ذلك انا يعني امامكم خيارين، تقدر تقولوا لي يا استاذ ابدا بالكومبايند فوتينج، او تقولوا لي لا خلينا نفكر لوحدنا بالكومبايند فوتينج وبالثري دي ستراكشر. ايش بتفضلوا؟ حدا يشارك واللي ابدا، او اللي لا استاذ خلينا احنا نفكر لوحدنا ونشوف كيف بنقدر نحل. دكتور خلينا نفكر لوحدنا، يعني انه نشوف كيف انه هل ممكن انه يطلع زيك او غير، او ان شاء الله احسن يا بنتي. انا ما بعلمكم تطلعوا زي مصيبة، انا هدفي انكم تطلعوا احسن مني حتى يكون لي خلود باستمرارية. اما اذا طلعتوا زي مصيبة، مصيبة اذا طلعتوا زي شباب. انا عشت لزماني، انتوا زمانكم متطلباته اكثر بكثير من زماني. بدي اياك تطلعي احسن مني، ما تطلعي زي، اياكم تطلعوا زي، تطلعوا احسن مني، لان واقعكم بيختلف عن واقعي، وقدراتكم شباب تختلف عن قدراتي. ربنا زادكم في الخلق بسطة، كون زادكم في الخلق بسطة مطلوب منكم إشي مش مطلوب مني. تديروا بالكم أنا أحاسب على جيل زماني وإنتوا تحاسبوا على جيل زمانكم، فاللي منكم زمانكم بده يكون بعلم زماني. ربنا بقول تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. أنت عملي لا يصلح لك. المفروض في مقاومة المواد تعلمتوا أنتوا إنه الجهد كمية ممتدة والعمل كمية غير ممتدة. العمل الصالح اليوم بكرة ما بيكون صالح، بكرة بطل، بدك أنت إشي أصلح منه. فأي واحد منكم بيشتغل بأي مهنة ما يحسنها خلال 10 سنين بلاقي مهنته ما حدش بيسأله عنها. بل بالعكس، أنت لو أنا أعطيتك هلا جوال وقلت لك عيش معاه آخر 10 سنين أنت ما ترضى، بدك جوال أحسن. أي واحد منكم أعيشه في قصر لملك من 100 سنة بقول لي لا أنا أعطيني استوديو هالأيام أفضل لي من قصر لملك من 100 سنة. فانتبهوا شباب، العمل الذي يصلح الآن في زمانكم يختلف عن كثير عن العمل الذي يصلح لزمان. لذلك لما ربنا قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ما قالش والذين اتبعوهم رضي الله عنهم، لا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. لا خير في من لا يضيف. إذا أنتم ما طلعتوا أحسن منا ما فينا ولا في تعليمنا شباب. المعلم أب، أعطوني أب إلكم ما بحبوش تطلعوا أنتم أحسن منه. اللي منكم بقول لي هلأ على الهون إنه أبوي بحبوش أطلع أنا أحسن منه، بقول له أنت تقرأ أبوك غلط. المعلم شباب اللي بدخل على الطلاب بدوش يطلعهم أحسن منه ما بيستاهل تسمى بلد أبيكم إبراهيم، ما بيستاهل، ما بيستاهل البر اللازم تقوم تعطوه للمعلم. لما المعلم بيكون أب بيستاهل البر اللي ياخده. لما المعلم بيضرب عن التعليم لأنه مش بياخد راتب هذا ليس بمعلم. المعلم بيجي في أب ولا أولاده أنا اليوم بدي أضرب عن تعليمكم وتربيتكم لأن أنا مش بياخد راتب، ولا مستعد يعلمهم مجانا، مستعد يبيع علمهم ويبيع اللي فوق واللي تحتيه ويعلم الأمة. بس المهم تعرفوا فين تزرعوا، لأنه إذا زرعت في مكان غلط للأسف الشديد النتيجة بتكون غلط. ازرع في أمتك يا ابني، ما تطلع تزرع في مكان خارجي، ازرع في أمتك. مهما كانت أمتك اتجاهك بالأخير هي اللي رايحة ترفعك وهي اللي رايحة تذكرك بالخير. أما إذا طلعت برا رايحين تطلع عليك كإنسان جاي تاخد فلوسهم. مهما كنت برا شباب، مهما كنت برا لما بتموت ما حدا بيذكرك، ومهما كنت جوا بالعمل الصالح لما بتموت الكل بيذكرك. شو أنا بدي أختتم بقصة أحكي لكم إياها. أحدهم راح على مؤتمر، لما وصل للمؤتمر استقبلوه في الطيارة ودخلوه على المؤتمر من باب سري وحطوه بفندق 5 نجوم. كان مرتبة وزير، ترك الوزارة وراح بعديها على نفس المؤتمر. في المطار ما فيش حدا بيستقبله، راح على الأوتيل قعد بغرفة عادية. تاني يوم كان بيقف بالطابور حتى يدخل إيش المحاضرة. المعلم شباب اللي علمني
بشوف عمره 70 سنة من بعيد حامل غرضه، بركض ركاب أحمل عنه الغرض، بدعيه إنه يطلع بسيارته ووصله للبيت، بحب أحطه على راسي من فوق. هذا المعلم مكانة المعلم بالمجتمع الشباب. معلم كل ما زاد عليه سنة كل ما كانت الناس حبته أكثر، لأنها عرفت أثره في حياته. ممكن تكرهه في الصف، هذا المعلم اللي أنا كنت أحكي لكم إياه كان يضرب ضرب غير شكل، لكن ربانا علمنا، كان حريص علينا. لما بشوفه أنا بقول هذا اللي صنعني طبعا بعد الله سبحانه وتعالى. فكون في مهنة شباب، الناس تتذكرك بعد وفاتك، الناس تتذكرك مش وإنت بقلب المهنة، لما تترك المهنة. لذلك إذا بدكم تعرفوا اللي بعلم اللي ما بعلم، ما تسألوا طلاب، اسألوا خريجين. روحوا للخريجين قولوا له أنت تعلمت مع فلان وتعلمت مع فلان، مين اللي فادك مين اللي ما فادك. سيدة بتعرفوا مين اللي بده يكون سيرته دائمة ومين اللي سيرته بتنقطع بمجرد ما يترك الكرسي الوفي. ما تطلع على كراسي شباب، طلع على رحمة، طلع على منفعة أمة. الأمة لا يمكن إلا ربنا سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ود. وعد رباني، آمن وعمل الصالحات والناس رايحة تحبك غصب عنه. بالعكس صحيح، اعمل طالح عمرك ما رايح تنال المحبة ولا احترام. بيحترموا الكرسي اللي انت قاعد عليه، باللحظة اللي بتترك الكرسي الكل بدي عليك. أنا هذا اللي بدي أحكي لكم إياه اليوم، وآملاً أن الأسبوع القادم أشوفكم زي ما بشوفكم عادة نشيطين وتسألوا، وأيضاً بدياكم تشوفوا في موضوع أحزر شو، جيبوا لي إشي أحسن تعلموني حتى أصير أذكركم بالمستقبل بالأشياء اللي تعلمتوني فيها. يعطيكم لا يرضيكم شباب، نشوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم. يعافيك دكتور. الله يعافيكم ويحفظكم يا الله.